جبال ومزراو. أسايس لي كنوال إيم حضارنا أنت مازرتنا رشيد بوقسيم محمد أمنون نكيلو الحماس نإفرا الأطلس الصغير اللي تبعني لي قليمة وقل ميما باب الصحراء للحرف 1978 تبعها الدراسة ربما حلم دراسة العتيقة أنت نكرت ربما حسيح قزي مكل القرآن ثم من بعد التحق حسين 8 سنين التحق التعليم الابتدائي بالضبط مجموعة مدارس ما ما تنكرت أح غريح أمسح قيس تقريبا أر سانكيام لحد الخمسة ابتدائي الخمسة ابتدائي التحق سوغادير كمل حماس ابن بطوطة حماس نحي نوم سيرنات أمسح دحجز لإعدادي أمسح حجز لإعدادي يعني المسار الدراسي كله كليست زريتي تبع من المدرسة العتيقة ثم المدرسة الابتدائي حلما ما تنكرت ثم كمل حل إعدادي حماس نوغادير غيح ابن بطوطة حماس الحي نوم سيرنات لكن السن الظروف انت غير حمسن الابتدائي بالفعل السنة ربما كانت داري زيات الذكرى بزاف مقورن ركن سلك تيح الطريقه اللي سنك الشام بانه الا النشيد الوطني نبدو ثم اللي العدد الاساتذه المناسبه يدني طرف الله نطرحهم في اللي موتنين واللي سولنين راس تينا دوني جزا ربي سوفو الكيد الخير لان ما عندي سوري كنتني ربما ورهن لكم غير لك مخاص ونطمح يكيكان ما يد نلكم نغرى غين ربما كنت المرحلة الطفولة انت قمامان باش قريقتيني سكرت الجردة نسم الزين ارنت لعب غاكو دان عقلها راح دي التون من إفران ربوي زكار نحل مناسبة خصوصا زود عيد العرش ارنت سكر الاستعرادة ارنت سحو السوتية اللي افتخار لوقت اللي تلسيت مثلا يتلك سواح الدرابون تمازيرت سكرت الاستعرادة تبيت وخا كله ارنت بداد النهار النهار كومبلي حتى فوقت ولكن غياني فولكي غينا سنتمنى يعني لحظة الدور انت الموضوع اللي سير ربما تميز انتقل حبين ثلاثة المدارس تقريبا بدي حس محمد الشيخ السعدي حماس الحي البطوار غير حقيز تقريبا سقوس من بعد انتقل سكر الانتقال نظرا الظروف الانتقال العائلي الحي نوم سيرنات انتقل حس الزرقتوني حماس الحي لراك ثم كمل سقوسي قران حماس نتنوين عبد الله بن ياسين حماس المدينة نينزكان المرحلة يتقال ربما أوج العطاء اللي داري لنا علاش لأن المرحلة دي حكش محس العمل الجمعوي المرحلة دي حمصح أول مرة تكشمح ربما ستسير أمصح الرئاسة ربما تيكون للشبان ينزق أنا ركت غير أمصح الرئاسة التعاونية المدرسية غاكو دا نحمس نتناوين عبد الله بن ياسين نسكري العديد الأنشطة ربما أول مسؤول مغربي أرت نستقبل غاكو دا نيقات كاتب الدولة في الشباب أنا داك القحص اللي ديوي حيشرفح غاكو دا نسكرا حنا مس يعني النشط تم سنين زكان ثم تيلي وزير التنمية الاجتماعية أنا داك اللي دنيوي حتى تيسك راح يعني النشاط الاجتماعي اللي تيقان سعيد السعدي غاكودا بمعنى حل مرحلة ربما كشمحة يالباب يقان العمل الجمعوي تنشيط تزيدو نسكر غاكودا نرتعقل نسكرية المسابقة نشعر نشعر غاكودا نوي حتى نتاوح الرطبة الأولى غاكودا نحمس الليسي نعبد الله بن ياسين يعني تقات لو كان سداري الشهادين سول صغير ديال الكادو اللي يكفن ارتبط تعتبر حقيقية اللويسة من الشرف اللي دي وحمس انت ناويين الدراسة تزري الحمد لله غيك اللي تريح علاش لان ربما الزرحة دنيا حكرة فوقين وغيلة ولكن الأساتذة واللي صغراني نغاكو دان كله الحمد لله أن تعود كله أفولك الحمد لله يعني نمز الباكنح نكمل الباكنح بخير وعلى خير الحمد لله التحق حقية المرحلة ربما سلم عاد العلي الإعلام والصحافة ورقيس كمية لحي واحد قزية العام صافي ربما نقطع التحق مباشرة سمسنا جامعة ابن الزهر
تجلح حماس كلية الآداب والعلوم الإنسانية حتى تخصص التاريخ والجغرافيا النظام القديم ليلان مسحكيز الدوق من بعد بحائية المرحلة الزريح باكليبر التحق حس مراكش تجلح كلية الحقوق أو يحد حقيزيان أمي أضنين من بعد وريح دني الداحش حد كمل حماس النظام الإجازة أمسح الإجازة حماس تخصص التاريخ حماس كلية الأدب والعلوم الإنسانية حماس نوغادير كمل حنيتسول وريح اللي حمس حال إجازة شجل حدا حماس تخصص الجغرافية سباك ليبر يضنين على اعتبار أن داري تقريبا كوزي دباك ليبر داري اللين يعني التحق حدا حماس نسكر حدا تخصص يضنين الجغرافية ولكن نورش كمل حلي أنه صافي فقد الماستر تشجل حماس الماستر الحمد لله هاتي نضدن دوم صحة الماستر حماس تخصص التراث والتنمية هذوم صح التخصص اللي كان مطلوب اشكو اختار حتى نظرا للانتمائين واشكو واحد واش كحل تحليل من تقريبا من الاجازه الاجازه سكرحت في التراث اليهودي بالجنوب المغربي كمل حنيت سول في اللاس حماس الماستر سكرح غير نسول في اللاس في المعالم سميتو حماس الماستر سكرح البحث في البعد يضنين حماس التراث وهو مشاركه المجتمع المدني هاد الوعي للمجتمع المدني حد دائرة بويزاكارن حل موضوعات الحماية المؤسساتية والقانونية للتراث بحيث أنه سواء في المجتمع المدني سواء في البنية البشرية البنية المالية ثم البنية التكوينية لأن العدد للأسف الشديد أوري فيهم أوري السن القوانين المؤطرة لحماية التراث حماس التكوينين وربما سكر حيا العدد التجارب حول المجال الإعلامي المجال الصحفي ربما سكر حماس كحتين سكر حيا التجربة استصحية الجريدة اللي مسمح أفراتي المغربية طبعا حقيزيان كرد الأعداد نبيت لظروف مالية ثم سكر حيا العدد التجارب يطل مرحلة ربما داري العدد المقالات تقريبا زود نموذج الفنون الشعبية اللي تصدر حماس سورياتي تبيت دغي كحت نرجس تراح تقريبا العمود في الموضوع الفنان ثم الموضوع الشغل غيلة حاليا نريد لك الشغل لان استمر غيلة ان شاء الله يلا تبريباري الحمد لله الموضوع الدكتوراه على مستوى فاس ان شاء الله. إيمال ومزراو أسايس ليك كنوال إيم حضارنا أنت ما زرتنا.